اكثريه الناس كيكونوا كيتشهاو بزاف كي ليس صفه كيتشهى ولكن ملي كيجلس في الطابله ما كياكلش هو كاع داكشي كاع ما كياكلو كاع حاجه اللي شرا تقريبا ما كيدوقهاش كاع هي اللي كيشرب داك الحريره وداك شويه ديال العصير وشي تمرات وبيضات صافي كيتخنق صافي هادو هما الاول كيبدا بهم اي واحد في الصيام ديالو كيبدا بداك العصير والتمرات وداك الحريره ولكن داك الحوايج اللي كيشري الاخرين كيقدر ما يقيسهمش كاع صراحه من العادات الخايبه صراحه اللي فهاد سيرتو فهاد الظرفيه ديال رمضان يعني الانسان تيحط واحد بزاف ديال 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 الحوايج ولكن ما تستهلكهمش من الاحسن الا كان شي ترشيد مثلا تتعزل دوك الحوايج اللي غادي تاكل ولا على الاقل مثلا في الطياب مثلا ما غاديش طيب بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش تقدر تستعملو الانسان تيجيري الامور ديالو وتيقسم مثلا على حسب الفتره ديال رمضان مثلا المهم تناكلو اصلا بعينينا داكشي علاش واحد تيبغي يتشهى تيبغي يحط في طبلته بزاف ديال الحوايج مع الاسف داكشي ما كيتصدقش حيت ما انا بعدا شخصيا كتجيني حشومه نعطي الشايط انا بالنسبه لي هذاك الشيء شايط انا بغيت نصدق نصدق من حاجه اللي غناكل منها ماشي شط عليا هذاك الشيء علاش زعما كاين انا هذه النظره ديالي مي ابخي كيبقى كل واحد ورأي ديالو ودابا حاليا كتجي صعيبه تعيط ما انا ما كيجيني ما بقاوش الناس اللي من غادي تعطي الماكله وتفرقها وداك الشيء تبارك الله كل شيء عنده خير في داره رمي الاكل في الازبال خصوصا في شهر رمضان اللي هو شهر فضيل المغاربه كيقتنوا بزاف ديال الماكولات والمشروبات اللي نورمالمون اكثر من الحاجيات ديالهم يعني كل فرد نورمالمون خصو يعرف الحاجيات ديالو سواء في اليوم الاول ولا في اليوم الثاني يعني الانسان يقتني غير الامور الاساسيه كالتمر كالحليب ولكن ملي كتجاوز الامور انه لا طابل كتكون عامره والانسان ما كيقدرش يستهلك داك الشيء كامل ولا والمال ديالو كتكون في الازبال فهذا راه منافي للدين ديالنا وكنشوفوا زعما راه كاينين الناس في حروب كاينين الناس في احتياجات يعني كبيره لهاد المواد بالنسبه للعائلات ولا الناس اللي كيحاولوا انهم يرميوا هاد الوجبات الغذائيه اللي كتكون في مائده ديال الفطور يعني هي واحد العاده اللي بدات كتنتشر بشكل كبير والناس ولا واحد النوع ديال الاسراف وهذا يعني من الامور اللي ما كيحبدهاش الدين ديالنا الحنيف ومن الواجب على الاسر ولا العائلات انها تبدل هذا النمط ديال السلوك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريسو